بعد فترة الحجر الصحي والحالة النفسية اللي ما كانتش تمام قوي عند معظم الناس، قرر النجم إيهاب توفيق يرجع لجمهوره بأغنية كلها تفاؤل وأمل، الأغنية بعنوان هي هي الدنيا، واللي صورها إيهاب بطريقة الفيديو كليب. كاميرا لايت شو كانت معاه في الكواليس وأخذت منه تصريحات. إيهاب توفيق نجم التسعينات اللي أغانيه كلها عايشة معانا لحد دلوقتي. رسمتك في عيوني شو أميرة والفؤاد ملهوف، ناديتك حنى قلبي ومال، لقيتك بذر للمكسوف. قرر إيهاب توفيق إنه يرجع بأغنية كلها تفاؤل وأمل، وهي أغنية هي هي دنيا. وعن تحضيره للألبوم الجديد قال: أغنية هي دنيا الكلمات بتاعت هي دنيا كلمات عوض بدوي وألحان المرحوم أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل وإخراج متي. سجلناها من قبل رمضان اللي فات. بيتكلم عن إن الدنيا لازم نعيشها ولازم ما نفكرش في الحاجات الوحشة اللي فيها، كده كده مفيش حد هيفضل مخلد. محضر دلوقتي الأغاني جديدة وألبوم جديد، ممكن يكون ألبوم كامل في الصيف اللي جاي. على كيفك ميل كده وتمخر، يا سقين الويل يا سقين الويل، يا ابو قلب عسل وعيون سكر. أما عن تفاصيل أغنية زحمة الأيام اللي جمعت أهم نجوم التسعينات وهتكون ضمن ألبوم حميد الشاعري الجديد: كل فترة هيكون في تجمع كده ما بيننا. الأغنية اللي اتعملت الفترة اللي فاتت زحمة الأيام هتبقى في الألبوم بتاع حميد، كلمات المرحوم سامح العجمي وألحان المرحوم أشرف سالم. أنا وحميد وأشرف وهشام عملنا الأغنية وصورناها مع بعض، وإن شاء الله هتذاع في أقرب فرصة. التسعينات في الطرب من أكثر الأجيال تعاون، وعلشان كده دايماً بيبهرونا بأي جديد بيقدمه. الفكرة موجودة معانا من زمان وتنفذت من فترة طويلة. عملت أغاني أنا وحميد، وبعد كده حميد عمل مع هشام في أغنية وطنية، وبنشكر فيها الجيش والشرطة على الأحداث الفترة اللي فاتت، كانوا داعمين جيدين وأقوياء جدا للشعب المصري كله، الأطباء وأجهزة التمريض كلها، كل العاملين في الجيش الأبيض كله. بس تبيع مصلحتك كده علشانهم وانت